السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ماب رولت، ده عبارة عن ايه؟ ان عندنا الخرائط ممكن يكون في نقص فيها، بالذات مثلا خريطة الاوبن ستريت ماب بيسمح لنا ان احنا نعدل فيها ونضيف. ف بتلاقي مثلا في حد يقول لك والله الجزء ده مش واضح بالنسبة لي، مش قادر ارسمه، فممكن حد يكون ادرى ويبص عليها بصة تانية، سواء مثلا من خلال ان هو بيعرف يشوف الخرائط على النت كويس، او ان هو ساكن في المكان ده فيقدر ان هو يرشدنا. ده مثلا من ضمن المشاريع اللي هي خاصة بإيجيبت، إن إحنا هنعمل الطرق كلها إن شاء الله. خليها مثلا نعمل هنا، مثلا في هنا 9 أماكن محتاجين إن إحنا نعمل عليهم تشيك، تمام. بيجي هنا بتقولك إنت عايز تعدل بأني حاجة. أنا مثلا بفضل الأي دي اللي هو ده أسهل حاجة، والديتور لكن أنا بفضل رابط، تمام. في ناس كتيرة بتفضل جوسم. جوسم بيبقى بيسطر انت برنامج وهو بيشوف المكان انت عايزه ويفتحه لك على البرنامج. الموضوع سهل وبسيط يعني، مفيش مشاكل. فانا هقول له انا عايز رابع اي دي اهو، هو بتقول له اديت. اول ما تحلها تقول له بقى خلاص والله المشكلة دي اتحلت وتعلم عليه. اتحلت معنى ايه؟ هرسم انا الطريق اللي ناقص، هبدأ ابص على الخريطة كويس، في كذا قمر صناعي بناخد منه المعلومات، فممكن تجرب واحد تاني. انا بفضل الرابط لان هو فيه ذكاء اصطناعي، تمام. اديك انت شايف اهو بالنظر ان في مفروض طريق كده 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 كده، وفي طريق هنا، ده كل ده مش مرسوم. فبتقول له لاين وتبدا انت بقى ترسم الطريق. بتقول له ده والله نوعه ايه الطريق اللي هترسم دوت، سكندري رود مثلا. فبعد ما هنرسم هنحوله لسكندري رود. ممكن نقول له من هنا مش محتاجة خبير سياحة أو مساحة أو أي حاجة خالص، لأن أنت على طول تقدر ترسم الطريق اهوت، تمام، لأن هو واضح مفيهوش مشاكل. والذكاء الصناعي بقى بيشاف اللون المبنى دوت، ده بالذكاء الاصطناعي، لكن هو ما ضافوش غير لما حد يراجع ويقول اه هو فعلا المبنى بالشكل ده. فنقدر نعلم مثلا على دول ونيجي هنا ونقول له ده مثلا سكندري رود. بالشكل ده هنا بقى الذكاء الصناعي بدل ما برسم المبنى هو بيقول لي على المكان، فببدأ انا اعلم عليه. طبعا في حاجات محتاجة ان انت تعدل عليها، يعني ما تاخدش الكلام مصدق بيه، تمام. دي قوة بقى اللي هو الذكاء الصناعي مع العقل البشري، بيبدأوا ان هم يعدلوا ويبدأوا ان هم يعملوا المباني، تمام. ده لسه احنا ما قلنالوش ان ده سكندري لود. طيب خلصت وسيفت الشغل بتاعي، تمام. ارجع بقى هنا واقول له اي فيكسد ات، او انا لقيتها مصلحه، او تو هارد انا مش قادر اصلحها، او ما في، او دي مش مشكله، او نوت ايشو. فانت تقدر ان انت تعدل بسهوله جدا على الخريطه. وده طبعا بيسمع في عشرات البرامج وعشرات التطبيقات، حاجات مثلا خاصه بالسواقه بدون قائد بيسمع فيها برضو، تمام. نيكست تاسك عايز اقرب واحدة ليهم ولا راندم، فبقول مثلا اقرب واحدة سبميت، تمام. يروح بقى جايب لي واحدة تانية في طريق القاهرة اسيوط. فمن خلال الرابط ببدأ ان انا اعدل. لو كل واحد عدل شوية هتلاقي الخريطة كلها اتعملت، وده يسهل على الناس كتير جدا. والمبنى الصغير اللي انا رسمته دوت ده بيظهر فيه تطبيقات كتير جدا بشكل سهل، وبيظهر ان هو 3D، بحيث ان اي حد ممكن يعمل عليه الاختبارات بتاعته زي الرياح والظلال وهكذا.